أعزائي المشاهدين، والنهاردة حلقة جديدة من الكريزي تاكسي. والحلقة دي بقى حلقة خاصة جدا، لأن إحنا فيها أنا بلعب دور خطبة، بس خطبة بشكل جديد. تفضلي يا فندم. طبعا طبعا. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور والهنا والسعادة يا فندم. بسم الله ما شاء الله، تقديرها كله فعلا بجد ما شاء الله. يعني بنت حضرتك دي ربنا يبارك لك فيها. يا ترى بقى البنوته الاموره دي مخطوبه يا فندم؟ لا لسه بتدرس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا رب يكرمها وان شاء الله باذن الله كرم ربنا هيبقى عليا باذن الله. جوازي الاثنين دول بيبقى صعب شويه، والشباب يعني الله يكون في عونهم. فعلا والله عند حضرتك حق، بس لو اقول لحضرتك انا عندي عريس اقسم بالله ما شاء الله ربنا يجعله من نصيبها، والله يا رب يبقى من نصيبها يا رب والله العظيم. كل ربنا يعني، ويا بختي من وفق الراسين في الحلال. يعني حضرتك انت فاهماني ان شاء الله. وبتدرس ايه بقى؟ قولي. سياحه. سياحه كمان؟ سياحه وفنادق. طلب العريس. سبحان الله سبحان الله والله، يعني حاجه لربنا دي بقى، الاقدار والاسباب اللي بيسببها ربنا سبحانه وتعالى. وانتي اسمك ايه يا عسوله؟ بسنت. كمان اسمك بسنت؟ لا ده كده في حاجه مش مظبوطه بقى، كده في حاجه رباني مش قادره اتخيل. ده هو طالب الاسم ده كمان سبحان الله. سودة بسعيد. هو قال لي اي حد اسمه يبدا بده سبحان الله. بسنت وسياحه وفنادق سبحان الله. شوف السنه. انت برج ايه؟ اوعي بقى تفاجئيني بقى. لا بقى انا هنزل من العرب. انا هنزل من العرب. مش كده بقى سبحان الله. البرج بتاع حضرتك يتماشى مع برج كمان. هو برج الفار، بس البرج الصيني. في طبعا برج فار، وفي اللي هو بيتماشى مع القوس الفار الصيني اللي هو القوس الهندي. لا بقى سبحان العريس بيتصل، الولد اللي بيدور على عروسه بيتصل، ولد مهندس محترم ما شاء الله، زنجي المنظر ولكنه وحش التفكير ما شاء الله. الو مساء الخير. ازيك يا مهندس يا سكر؟ وحشتني جدا، وعايز اقول لك ان ربنا بيحبك بجد. اقول لك ليه بقى؟ لان ربنا بعت لك طلبك عندي ومعايا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. العيون عسلي، ال 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 الشعر اسود داكن ما شاء الله تبارك. البق بيتكلم احلى كلام، بتقول كلام زي السكر يا فندم. لا المشا ال زي ما طلب. يلا 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 هعدي اخدك معي. باي 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 باي. بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ يا فندم هو الجواز صغيرة؟ لا الجواز ما فيهوش يا فندم هزار. يا فندم ازاي يا فندم؟ ده يا بختي من وفق رصيد في الحلال. اوكي ماشي، خلاص خلاص تعليمها يا ستي. مش هنقول له حاجة. قال ان انا عايزة اتجوزها دلوقتي. هقول لحضرتك حاجة يا فندم. يا فندم نشوف العريس. مش هنخسر حاجة. ماشي نشوف فين؟ مش هنخسر حاجة. انا عادي نعمل تاكسي يعني ولا ننزل نقابله؟ في التاكسي؟ احنا دلوقتي فين؟ في التاكسي مش في الصالون؟ وانتي مش عايزه تتجوزي جوازه عن حب، يبقى اتجوزي جواز صالونات. هو حضرتك ساكن في العباسيه؟ لا انا ساكن في المريوطيه. لا بس واضح ان كلام حضرتك كله جاي من الظاهر ان حضرتك ما سمعتيش عني قبل كده ولا على السوشيال ميديا ولا على اي حاجه، لان انا اسمي خميس. خميس؟ خميس مستر خميس ملك التدبيس، قصدي ملك التجويف يعني كده. انا عندي صفحه، انا عندي صفحه على الفيسبوك وصفحه على الانستجرام اسمها تلاقي الاحبه. تلاقي الاحبه؟ من ورا اي دبه. بجد؟ معروفه البيج دي، معروفه جدا، لان انا دائما بوفق الروس في الحلقه. كله لله والله، يعني ربنا كريم. المفاجاه الكبيره اللي عملها حضرتك بقى. تمام. مش مهندس. مسيو خميس. اركب. مسيو خميس. اركب يا حبيب مسيو خميس. مسيو خميس. وحشتني. حبيبي مسيو خميس. ايه ده حضرتك؟ ده حضرتك.
كلمت عليه. احنا قلت لسه قايل لحضرتك احنا مفكرينك بتهزر وبجدك على عز عقلك وعايزين يعني نمشي بسرعه عشان مستعجلين. يا فندم احنا في الطريق. هو مش ده طيب جدا. ماشي حضرتك والله. طيب بص ولد 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 انت حابب عم ميسا؟ ميسي خميس. انت موت في عم ميسا؟ ميسي خميس. انت تحب تنزل يوم؟ يوم الخميس. انت تحب تلعب يوم؟ الخميس. انت تحب تروح مع مين؟ ميسي خميس. انت تحب جوازة مين؟ ميسي خميس. العريس انا احب العروسة. هي تحبك. انا احبك يا عروسة. احبك. انا احب العروسة. انت احب عروسة جميلة محترمة عدوبة عسولة. جميلة عدوبة. انت احب عدوبة عسولة. جميلة عسولة. انت جبت معك فلوسك؟ انا كل حاجة جاهزة. ميسي خميس. بسم الله. ايه دي شبكة جميلة. شبكة ميسي خميس. بس طب بص بقى يا فندم انا بس هوري حضرتك حاجة بسيطة قوي. طب حضرتك اسمعيني لحظة. مش فاضيين. يا فندم احنا ماشيين. بص يا فندم دي الشبكه اللي حماده جابها. انا مركز. دي الشبكه حضرتك اتفرجي. دي فيله حماده. دي فيله حماده في الساحل. دي فيله حماده في التجمع. ده الفستان اللي حماده. ده الفستان ده يا فندم الفستان اللي حماده عايز يلبسه لعروسته. ولا حماده كلب انت حب مين؟ ولا حماده انت كلب حب مين؟ ولا حماده انت كلب حب مين؟ ولا حماده انت حب عروسه جميله ابو خميس. انت جميل عروسه دي. لا ما فيش لمس. نو تاتش. نو تاتش. ايدك قلنا نو تاتش. اركن بقى على جنب. لا يا فندم لا اركن بقى. لا يا فندم لا لا اسمع يا فندم. هو عادي هو عادي. هو بصي اقول لك على حاجه. هو ليه طريقه كده بيهدى بيها. استنى كده. لا بس ما الايد ما تتمدش لو سمحت. ثانيه واحده. ثانيه واحده. مفيش مد. شو رحلة حب النينو اي كرستا النينو نط تلات نطات. نط تلات نطات. بس خلاص بقى خلاص نقعد محترمين عشان عمو خميس. اوكي عمو خميس. ممكن لو سمحت نمشي؟ فندم لحظة واحدة في جواز. لا خلاص لا ولد لا تلميش فلوس على طنط. جوازة ايه يا حضرتك؟ الشبكة جاهزة فندم. ايه لو سمحت يا تمشي يا هطلب لك فلوس النجم. بوليس مجد ايه يا فندم؟ معلش ابو خميس حضرتك بتقوري قوي يا فندم. انا جايب لك العريس لحد عندك وعامل لك جوازه يعني ده ما بيحصلش في ده بيحصل فين النهارده في مصر؟ معلش ايه اللي بيحصل يا فندم بيحصل فين؟ بنوته صغيره حلوه تتجوز. انت ليه كده؟ لو سمحت ليه الولد بيحب البنت والبنت اعجبت بالولد باين في عينيها واعجبتي بيه باين في عينيكي. بص في عينيها. بص في عينيه. بص في عينيه. بص في عينيه. بسم الله ما شاء الله. قمر انا ما تضطرنيش انزل يعني هوريك انا ممكن اعمل فيك ايه يا فندم. ما يا فندم ليه بتمنعي؟ وش قدام؟ وش قدام؟ يعني ما فيش حضرتك قبل ما تنزلي. انا اسف لحظه انزل. واحده في 1000 جنيه ثانيه واحده. 1000 جنيه رسوم. بعد اذنك اقفلي الباب ده هطلع انا. في 1000 جنيه رسوم. عشان ايه؟ عشان ايه؟ هو انا اللي بعمله ده يا فندم ايه فور فري؟ لا يا فندم البروجرام عندي كده. احنا عايزين اصلا. لا يا فندم بعد ما جبت العريس وبعد لا دي فلوسه هو. انا في 1000 جنيه عند حضرتك. انت بتمد ايدك ليه؟ حضرتك بتمد ايدك. ده انا ممكن دلوقتي اقسم بالله ولا انا والله العظيم والمصحف حضرتك بتدمري مستقبل بنتي. انت راجل بقى صحيح؟ اقعد. انا راجل. بص حضرتك بقى حضرتك ازاي الحاله دي ولا ازاي؟ يعني مش عارف ازاي ولا مش عارف. صاحبات الزمان اتفرجوا وبتاع ويعرفوا ان انت يعني ابو خميس عريس. فين يا امارات؟ اخر الشارع. اخر الشارع. اوكي بسم الله ما شاء الله. عساسين اخوك الصغير. ربنا يا رب يخليهولك ويخليك. اسمك ايه؟ يوسف. ما شاء الله يا يوسف. قمر يا يوسف ما شاء الله عليك يا ولد. اسم حضرتك مريم. مريم ويوسف ما شاء الله. ويا ترى انت بتدرسي يا قمر؟ ايوه. سنه كام؟ ثالثه سنه. بسم الله ما شاء الله مش باين عليكي خالص. بسم الله مش باين عليكي مثلا. لا يعني باين عليكي مثلا رابعه كليه. انت برج ايه؟ الحوت. والله عندي ولد عريس ليكي. بسم الله ما شاء الله متفصل عليه ونفسه بنت برج الحوت
بتكون لسه صغنطوطه كده لسه بتدرس وما عندوش مشكله على فكره خالص في ان هو تكملي دراستك عادي جدا والله والمهندس زي الفل. ماله انا عادي دلوقتي. طبعا اكيد انت سمعتي عني، انا اسمي خميس، مستر خميس ملك التلبيس. انا عندي بيج على الفيسبوك معروفه اسمها جوزني يابا احسن هعيش واموت في وسط الغلابه. اهو تعالى يا ولد. مسيو خميس اركب حماده، اركب حماده. انت يا ولد حماده مسيو خميس. تحب مين؟ مسيو خميس بجد بقى؟ ايوه بتكلم. ده عريس جميل. ده حماده. ثانيه واحده. ثانيه واحده. انت ولا عابي مين انت؟ احب ابو خميس. انت كده بديك ام ابو خميس. مين ينزلك يوم ايه؟ ابو خميس. انت تحب تاكل شوكولاته فين؟ يوم الخميس مع ابو خميس. بتحب تلعب فين؟ في الخميس. بتلعب مع مين؟ ابو خميس. جدع برافو عليك. تحب عروسه مين؟ عروسه ابو خميس. دي عروسه حلوه ولا لا؟ انا جبت عروسه مين ولا كلمه انت؟ انت كلمه انت. طلبك ولا مش طلبك؟ هو ده ابو خميس. ادفع فلوس. هو ده ابو خميس. هو ده ابو خميس. ده مش هزار يا جماعه. ابو خميس على جنب. ابو خميس اركن على جنب. لا اركن ليه؟ لا لا يعني ايه اركن على جنب؟ ليه فلوس ايه؟ شبكه ايه يا عم؟ ايه ده؟ صفقه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ لا 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 لحظه حبيبي يوسف. ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ ده جوز اختك ان شاء الله في المستقبل. اختك ايه يا عم؟ في المستقبل. انت بستقبل ايه؟ انا اتجوز ده؟ ماله ده؟ ده بسم الله ما شاء الله. ده بصي ده بصي ايه اللي بسم الله ما شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله. ده اسمه عريض المنكبين، له شارب يقف الصقر عليه. يا نهار اسود، يا نهار اسود. اصلع الدلخه. ده موجود النهارده في منه؟ يا عم انت بتستقبل يا بنتي. بستقبل ايه يا بنت؟ عيب. ام خميس. ام خميس. الهبل هناك في الجبل. نزلني لو سمحت. مفيش نزول. نزلني. ولد اسمه ام خميس. شد اللب. يا ايه يا عم ايه؟ دي فلوس، ده محفظه. مش عايزين حاجه، احنا عايزين ننسى. مفيش نزول. تنزلي تدفعي تاشيره ان انا اجيب لك العريس لحد هنا. انت مش عارفه مصلحتك فين. انت عايز تهدى بصراحه. انا متجوز ده؟ انت عارف انا بنت مين؟ بنت مين؟ ايه اللي بنت مين؟ مش عارف ولا ايه؟ لا ما اعرفش والله. يا حضرتك ممكن تعرفيني؟ انا ما اعرفش. بلد الكلب سركال ام. انت ولد الكلب. انت ولد ابو خميس. انت اوزنو. انت اوزنو. ايه ديك ليتا فورو ست ليتا. اتجوز دلوقتي. اتجوز دلوقتي. معاها فلوس؟ لا طبعا. معاها فلوس. بص تعالي اوريكي حاجه. بصي بقى ايه ده؟ القصر بتاعه في مارينا. ده فستان فرحك يا عالم. فستان فرحك ده فيلته دي تتسالي الحاجات دي؟ لا طبعا. انت مش هتنزلي من العربيه غير لما تدفعي الرسوم بتاعت الجواز. رسوم الجواز 1000 جنيه يا جدعان. الحقوني. 1000 جنيه رسوم الجواز يا جدعان. الحقوني. اوعى الحقوني. بس الحقوني يا جدعان. مفيش حد. استني يا عم. مفيش حد نزلك يا عم. هننزل يا عم. هزعل يا عم. انت بتمد ايدك عليا عشان انا راجل صغير. انا راجل صغير وانت راجل كبير. انا راجل كبير وانت راجل. لو سمحت يا جدعان الحقونا. بس مفيش حد يلحقك ولا حاجه. احنا كلنا كنا بنهزر معاكي. كل ده كان متصور. كل ده كنا بنصوره. انتوا برنامج كاميرا خفيه كريزي تاكسي. الكاميرا مش اهي. بجد؟ بنهزر معاكي على فكره. دي كل ده هزار ولا في عم خميس ولا عم جمعه؟ انا عادي هو جدا. مش عارف. نذيع ولا ما نذيعش؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكل حضرتك مش غريب عليا خالص. ممكن تبقي عندي على البيج بتاعتي على الفيس. أنا البيج بتاعتي على الفيس اسمها خميس. للأسف أنا مش عارفة. أزا إنجيجد. آه. إيمو إنستجرام. يبقى أنت ممكن عندي على البيج على إنستجرام. ايوه اكيد. انا يعني ربنا بيجعلني سبب ان انا اوفق راسين في الحلال دايما. اسم حضرتك ايه؟ سمر. سمر. استاذه سمر. استاذه سمر انت زي القمر ما شاء الله. تسلم يا رب.
مجاملة والله. لا خالص. حضرتك يا ترى متجوزة مخطوبة؟ لا. ما شاء الله أمرايا والله، وإن شاء الله بإذن الله رب ربنا يجعل الموضوع على إيد خميس ملك التلبيس. بس أنا مش بفكر في الموضوع ده خالص. لا خالص ما بتجيش كده، ما بتجيش كده خالص. بس إن شاء الله ربنا، موضوع مش عندي ولا عندك، موضوع ربنا أراد. ربنا سبحان الله. والله يا بنتي انت يعني ربنا بيحبك. اساليني ليه؟ ليه بقى؟ عندي ولد عريس مهندس اسطوري اسطوري محترم ادب اخلاق، بيدور على بنت برج الثور. لا والله سبحان الله. وبنت ده بصي المفاجاه، ده ربك والله العظيم ربنا سبحان الله. قال لي برج الثور. اه الثور سبحان الله. ده مش كده بس، انا هفاجئك. قال لي عايز واحدة اسمها بيبدأ بحرف السين، زي ما يكون زي ما يكون بيشاور عليكي. لا والله العظيم سبحانك يا رب سبحان الله. والله يا نهار ابيض، يا نهار والله العظيم جسمي بقى. هو اللي بيتصل. لا والله والله العظيم. الو ولد يا حمادة، عندي ليك مفاجأة. مواصفات كلها اللي انت عايزها، الشعر البلوند، العيون الدبلي، الحاجة اللي يعني ما حدش يبص لها. ما شاء الله. انا عايز سلام. اوصل البيت عندي. ماشي يلا 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 سلام. والله العظيم يا سمر اقسم بالله ولا ليكي عرفان عليا، وكاني اعرفك من 35 دقيقة. والله اكني اعرفك من 35 دقيقة. عمر زمن. انت عارفة رزقك فين؟ لا طبعا. طب بس بقى خلص الكلام. الكلام هنا انتهى. طب انا بتعمل كده ليه؟ جسمي مقشعر. اشعر ليه يعني؟ جسمي مقشعر من الروحانيات سبحان الله. في حاجه عندك؟ لا. الولد مش طبيعي. الولد الولد عايز واحده بحرف السين، عايز واحده برج الثور، عايز واحده شعرها اسود. انا مش عايز اهو يا فندم هتوصلي. هو ايه اللي انت ولد حماده اركب يلا عمك كده. ايه ده؟ ايه لو سمحت انا عايزه اوصل البيت. هتوصلي. لا ايه العبيط دي؟ ليه كده عبيط ليه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولا اي حاجه، ده العريس اهو. روسي انت مالك كلب؟ انت حب مين؟ انت حب مين وموت في مين؟ بابا انت هيلعب كوره امتى؟ ماما خميس. انتوا عايزين قله الادب بقى. مش قله الادب. ممكن توقفوني اخد بعدي وامشي؟ لا حضرتك ده عريسك. انا قلت لك يا توصلني يا تنزلني. لحظه واحده. مش عبطه وهباله. ولا عبطه ولا هباله، دي شقته. على فكره هقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا تدي ايه بس؟ ايه ده كده؟ والله عارفه مصلحتك. هقلع اللي في رجلي واديك بيها. لا لا انت كده مش فاهمه مصلحتك فين. انت عبيط ولا ايه؟ انت عبيط. خدي شوفي بقى كل حاجه. خدي شوفي الفيلا. شوفي الفيلا. اقلع انت عبيط يا ابني. دي شقه شقه فلوس شقه. ازاي تنزلني بطل عبطه؟ بطل عبطه؟ لا بصي انت مش فاهمه مصلحتك. والله العظيم ثلاثه عندها راس. ايه الجيل الرسمي ده؟ فندم طب بصي حضرتك مفيش نزول. لحظه واحده. ايه اصوت ولم عليكم امي تلاقي ليه الا الله. صوتي وريني بتاع الرسول. 1000 جنيه عند الاذن ونزلني. 1000 جنيه 1000 جنيه. انا اجيب العريس لحد هنا. انا رجلي واديك بيه اقسم بالله. ترمي نفسك. انا جايب لك عريس. جايب لك عريس. عريس مين الجنيه الرسمي؟ انت مجانين ولا ايه؟ عريس متريق ولا كلب انت حب عليك؟ اقفل الباب مفيش نزول. اقفل بابك. اقفل. خد هنا بس. عيب ما ينفعش. اقفل الباب. اقفل. لحظه واحده بقى. انت دلوقتي عبيط ايه؟ انت عليكي 1000 جنيه. بنزيع ولا ما بنزيعش؟ لا ازيع مش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين اهلا بكم النهارده في حلقه جديده من الكريزي تاكسي، والنهارده حلقه الصعيدي او حلقه الطار. فين في المعادي؟ مش المعادي على الكورنيش؟ عناية التنين استرها علينا يا رب. انت منين يا اسطى؟ انا من الصعيد الجواني. جواني؟ ايوه يا اخوي. لا اله الا الله قلبي مقبوض. ايه بس واحد الا كده؟ مش عارف قلقان. ما فين؟ فين؟ حاسس بيهم. حاسس بيهم شامم ريحتهم في كل حته. هما مين دول يا اسطى؟ هما مين ايه؟ مالك يا عم عادي انت ما تقلقش. انت تقلق ليه؟ استر علينا يا رب. ايه يا اسطى انت عامل ايه؟
ايه؟ قفلت من سوجا ليه؟ يا عم ما قفلتش حاجة يا عم، هو بيقفل الواحد من سوجا. مالك كده فيك ايه؟ ما انت قلقتني يا اسطى. فيك ايه يا اخي؟ يا عم في ايه؟ لا اله الا الله يا اخي. يا رب يا كريم اصطنع علينا، حاسس بيهم، حاسس بيهم وشايفهم. استنى اصلا، والنبي نزلني ورا ولا نزلني على جنب؟ انزلك ورا يعني ايه يعني جاي؟ يعني ايه انزلك ورا؟ اقعد يا عم. فيك ايه يا عم؟ وطرتني يا عم، وطرتك ايه يا عم؟ وطرتني يا عم، سيبني في حالنا يا اخي، مش رايح مشوارك. طب ما خلاص بقى، سيد خشمك يا عم في الطريق بقى، سيد خشمك. طيب لا اله الا الله يا اخي. هو ده طريق المعادي يا اسطى؟ عم سيبها على الله يا عم، دي الطرق الزحمه والطرق بقى، بحاول اشوف لك طريق سالك. سالك ايه يا اسطى؟ يا اسطى ده مش طريق المعادي خالص. بقول لك ايه، بقول لك ايه، انت هتقعد جنبي ساكت، تقعد ساكت ماشي؟ منه ليه؟ تعال اسطى من سوجا يا اسطى. اقعد يا عم، اجي اقعد، اقعد يا عم. ايه ده يا اسطى؟ ايه ده؟ هريدة يا هريدة يا هريدة. مين عصران؟ افتح يا عصران. مفاتيح شيء، مفاتيح شيء، انا مفاتيح شيء. عايزين من ايه؟ عايزين من ايه اللي جابكم؟ هريدة يا عم، حكت لك يا هريدة. تقتل مين؟ حكت لك ايه اللي جابكم ورايا تاني؟ ارجع بالزمن 20 سنة ورا يا هريدة. انت لسه زي ما انت، ما اتغيرتش يا وهدان. انا ما اتغيرتش. وانت يا عصران طول عمرك تعمل غلط يا منتصر والناس تحبك. منتصر مين؟ ما عارفش. نرجع لمرجوعنا، نرجع لمرجوعنا. احنا مش كنا خلصنا القديم؟ اقعد انت ساكت، سيد خشمك. نزلنا اصلا ما عادش نزول يا جدع، اقعد. انا حكت لك يا اهدان، احنا عايزين يا عم. ارجعوا لك كده ما تزقنيش. بتقعد يا عم، بتقعد يا عم، انتوا متخلفين. ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ عيب يا ولا. اني طب ايه ده يا عم؟ وعيد اني اهدى شويه يا عم. وعيد يا عم، ولدك معاك يا عم. وعيد خلاص يا رجاله، ولده مين يا عم؟ نزل لنا ربنا، نزل لنا النبي. كل قفلنا الدفاتر القديمه يا عم. والنبي نزل لنا مين بتاع تاني ليه يا عم؟ يا عم اقعد ساكت انت. نزل لنا انا شرب معايا ده. انا عامل مشوار ده خرب. اصبر عليا، اصبر يابا، اصبر يابا. خلاص ده قفلنا الدفاتر القديمه. افتحها تاني يا عم، افتحها لي يا عم. بفتحها بعد ما ارجع انت 30 سنه بالذكر رجعت. فاكر ايام كي جي؟ فاكر. فاكر ايام ما كنت بتاخد المصاصه من البت هنديه؟ فاكر. وبعدين انا قاعده وساكته وحاطط في قلبي بس ايه. خلصت عليهم بيدي. اختار موتك بيدك. اختار موتي. ايوه اختار موتك بيدك. يعني ايه اختار موتي؟ يعني هتموت، يعني هتموت. مين اللي دالكم علي؟ انت مشك البطال هو اللي وقع. نزلوني واتخانقوا، نزلوني واتصرفوا. انا مش عارف الحوارات يا عم، ما اعرفوش. اسكت انت بس يا ولد. اسكت انت يا عم. هنيجي مين اللي عيب عليك؟ انا مش هنيجي، انا مش هنيجي يا عم. اهلي منع، منع للطهان. هقتلكوا انتوا الاثنين. تقتل مين يا عم؟ تقتل مين يا عم؟ يا عم بس خلاص يا عم. اختار موتك بايديك يا وهدان. اختارها، اختارها يا وهدان. اختار موتك. اديله يا عصرار. اوعى عيد، اوعى عيد. انت بتسب، انت بتسب قرايبين. ايه قرايبينك دول؟ قرايبيني واد عمي انا وابن عمي. انا غريب والله كلامك يا غريب. هنقتله ولا يا عم بقى؟ ولا ولا انا عارف يا عم. بقول انت تبع النجاي حاله يا عم. نجاي مين؟ خليك في الطريق. تبع النجاي حاله. ايوه كرش نجاي حاله. عيدك يا عم. كرش نجاي حاله. ولا كرش النجاي. مجنون يالا. مجنون مين؟ نجاي. لا يا عم كرش النجاي. هات رقبتك. كرش ده كرش يالا. سيبني يا بخاي. بخاي مجنون. بخاي ده خاي مين؟ بخاي ده رجلي مين؟ ولا ده عين مين؟ انزل لي. نزيع الحلقة دي ولا ما نزيعش؟ يا عم نورتيني. ربنا يخليك. هدخل من شارع تاني عشان الدنيا لبش. لبش فين؟ ما الطريق حلوه.
تقلقيش يا ست الكل، مش رايحة مش رايحة المساحة الهرم، هوديكي. أنا قلت لك أقلة بس الطريق حلو. ماشي، أخش من طريق مختصر. أنهي طريق يا اسطى؟ أنت بتحول ليه كده؟ يا ستي ما بحورش. عمال تقولي طريق ومش طريق، فيه إيه بالظبط؟ ما بحورش عليكي. أمال إيه طيب؟ بقول لك إيه؟ إيه السباحة دي؟ ايه شايفاني باكل كرانشي؟ خلاص بص قدامك. انا ما باكلش كرانشي، اركب معاه ما تخافش. انا ما بخافش، استرها علينا يا رب. انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم على قلبي. هما مين دول؟ ربنا يستر علينا. عصابتي ولا ايه يا ستي؟ عصابتي ايه؟ ما تقلقيش، تقول يا رب بقى. لا لا بقول يا رب، امال اقول ايه؟ استرها علينا يا رب، ربنا يستر. ريحتهم شامم ريحتهم وحاسس بيهم. مين دول اللي انت شامم ريحتهم دول؟ انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم. لا اله الا الله يا ربي. مصحف. مين هم دول؟ هم جم هم الهرس. ايه ده؟ 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 ولا انا عصران؟ انا قلت انا حاسس بيهم وشامم ريحتهم. هم دول؟ مين دول؟ دول اللي انا كنت شامم ريحتهم وحاسس بيهم. نسيني يا ست، نزلك ايه؟ نسيني نسيني وقعتك بقى. اهدي اهدي يا ولية، نسيني بدل ما اكسر العربيه على وشك. اكسر يا ولية خشمك يا ولية. اكلمي لما تلويك على الصبح. اكلمي تهرب منين يا وحدان؟ نسيني ما هربتش منكم. ولية بتحبك. بقول لك ايه؟ بقول لك انا سبت لكم البلد كلها. انا سبت البلد كلها. جيت اقعد انت يا ورا. اقعد يا ولية. شيل الخرع على دماغك. اقعد يا ولية. احترم نفسك. احترم نفسك. عليا عليك بالثلاثة. بقول لك ايه؟ يلا في دماغكم. واهدين يا ابويا يتضايق من حرمة. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ في ايه؟ انت السبب. انت اللي رحت للباشا وقلت له افكرك. قال لك ايه؟ جليل. طب انا مالي؟ اقول لك ايه؟ بعد اذنك نزلني. هريري يخرب بيتك. نزلني. هذه الارض للنجايحه يا وهدان. نزلني. صح يا وهدان. صح يا هريري. فاكر. بس انت اللي رحت عملت معاه كل الحاجات دي. كان لازم اخد حاجه وحاجه. نزلني. نزلني. يا وليه نزلني. يا وليه يا وليه. اسكت انا ما تلويك. اسكت. انت تصابط عليا ولا ايه؟ مين عامل عصابه ولا ايه؟ عصابه ايه؟ بقول لك ايه؟ بص الحركه دي. الحركه دي معناها نزلني. ايه نزلني في انت عامل كده وخلاص؟ في ايه؟ قول يا منطق. يا مؤاخذه يا باشا. ده اللي انت بتعمله ده. كنت علي يس العربيه. لا اله الا نزلني. كنت علي يس العربيه بسببك. نزلني بدل مخنوقك. تخنق مين؟ اسمح. فاكر ام 30 سنه؟ ما طلع السلاح يا ولية. بس طب نزلني. ارجع انت. نزلني. هيطلع السلاح. نزلني. مفيش نزول. قلت اسمح. امال في ايه؟ امال ايه طيب؟ انصف في حساباتي مع واد عمي. يخرب بيتك على خير. هصرف في حساباتي معاهم. انا مالي. هصرف في حساباتي. بس انا عيال صغيره. العربيه العربيه خدت منها صعيب. انت وعيكوا خرب. وجعتني. ايه في طار عليك ولا ايه؟ في طار يعني ايه؟ طار. في طار عليك. ايوه طاري. طب ممكن انزل؟ اقعد يا سلام. ممكن انزل؟ انت قاعد على قلبك خد خبر. يا ولية عامل نساني. حسابات. ما تعليش صوتك عليا. مفيش نزول. ما تبصليش كده. هو عبيدنا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ طول عمرك يا منتصر. خلاص خلاص عشان خاطر الولية. ليه؟ أنا قررت إنكم تاخدوا طاركم مني، وأنا اللي اخترت طريقة الموت. اختار يا أخوي. هموت بالنبلة. اقتلوني بالنبلة في وداني. إيه الهبل اللي أنا فيه ده؟ موتوني بالنبلة. ردك يا عصران. هريدي ده طلع راجل. أيوه أوي. حبيبي يا ولد. حطه. أنا اخترت مكتب نفسي. حرام عليك، أنا تعبت. نزلني. من بنات النجايح. أنت مين اللي بعتك؟ نزلوني. نزلوني. كح النجايح. دي حواجب النجايح. كح النجايح. أنا مش مرتاحلك. أنا مش مرتاحلك من ساعة ما كتبت معايا. بقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ نزلني. دي. نزلني. عيون النجايح. نزلني. أنت علي. أنت علي النجاح. نزلني. أنت علي النجاح. نزلني. بلغي كلمة واحدة. عايز أقول لك على حاجة. قوم نادى علي. احنا ما نتش تمشي واحد. احنا ما نتش ايدينا على حرمه. هتنزل الحلقه دي؟ روح فين؟ نزل الحلقه دي هنزلها في الكريزي تاكسي. والله العظيم. بس انت انت ايه دخلتي على ثلاثه ساعات كده؟ عايز تضرب ثلاثه؟ لا وانت اللي تعملت ده. قول انت. يا رب نكون خفاف على قلوبكم. ده ان شاء الله يجي. ما ينفعش من اسم القناه عشان ما نحرقش انتباه. ما نورتينا وشرفتينا. لا بس بجد فظع. ربنا يخليك يا رب. بجد والله فظع. كل سنه وحضرتك طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في المعادي؟ أسطر يا رب، ما عايزش مشاكل، ما عايزش مشاكل، ما عايزش مشاكل يا هريدي. عندي ربكة، ربكة برجوازية. عندي ربكة برجوازية. برجوازية يعني بلاش طاقية، عندي حساسية. لمحتهم، لمحتهم، لمحتهم أنا. يعني قلبي مقبوض، قلبي مقبوض. كله على الله. تسهم علينا بقى وشغلانه ما يعلم بيها الا ربنا، شغلانه ما يعلم بيها الا ربنا. عليك قليل ما تشتغلهاش يا عم. إيه لا يا عم، بقول لك ايه، ما تسيبني في حالي. يعني ايه ما اشتغلهاش يا عم؟ ايوه ما تشتغلهاش. واحده عسران، عسران وهريدي، عسران ايه اللي جابكم الام دي؟ انت في وشك فجر، انت عايز تهرب في وشك فجر وضيق علي. عايز تهرب منين؟ انت ضيق يا اخي من نينا ليه؟ عايز تهرب من نينا؟ نينا بتحبك، عايز تهرب من نينا؟ يا عمري ما فكرت اهرب من نينا. امال ايه نينا؟ هو في الجمال نينا؟ ده انا كنت ليل نهار قاعد مع نينا، بس انت السبب. اني انت يا عصران السبب. اني وهدان ده عصران. انت يا عصران السبب. ايه اللي حصل؟ قول لي. اقول لك اللي حصل ايه. قول لي. نسيت؟ ان كنت نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنجره. فاكر ايه ده انت؟ عشان دي حسابات بنصفيها مع بعضينا، وكنا كلنا بنقعد مع نينا. والناس تحب منتصر. منتصر مين؟ ما عارف. نرجع لمرجعنا. ايوه بيقول لك ايه مرجعنا بقى؟ اقول لك انا البيه. أيوة. واد عمك. أيوة. راح للظابط علاه. أيوة. وقلت له، قال لك ايه افكرك؟ قال لي يا عم صح. ايه داي؟ ايه داي؟ استنى وقف عندك، وقف عندك. تغلط في قرايبيني. ايوه يا عم، ما تحاسب انت. انت بتطلع ايدي. حاسب مين انت؟ جد اللي بتقوله ده؟ ايوه جد يا عم. لا ده انا ولاد عمي على الغريب، وانت الغريب. انت غريب. انت الغريب. انت غريب. كيف يا غريب؟ دور يا عم. يا غريب يا راجل. انت من نجايحات. انت عصران. انت من نجايحات. روح ايدك يا عم. هتموت زي ما مات جديك. مات جديك. مات ازاي؟ جديه؟ متخزوك. مين اللي خزوك؟ جديه. جدك انت اللي خزوه. ارجع لمرجوعنا. فاكر من ايام الكيجي؟ ايام الكيجي لما كنت تاخد السندوتشات اللي حصل؟ اللي حصل كنت تاخدها من البت هنيه. ايوه. انت مين انت؟ عمها بس ما تقولش مين. هتموت انت وولدك. انت وولدك هتموت. ده ولدك خير. اقتل ولدي. ولدك خير. خلاص. هو ده اللي عليه الدور. ده ولد. انت اللي عليك يا ولد. ده ولدي. ده محمد ولدي. محمد ولدي. محمد خضري ولدك. ايوه هو اللي عليه الدور في الطار. اوعى يا ولد. اوعى يا عمي. اوعى يا ولد. اوعى ولا يهمك. ولا يهمك. اوعى ايدك. اوعى ايدك. لك اهدي يا طباع. تزغد لي. خلصوا على رجاله. خلصوا على مين؟ خلصوا عليه. خلصوا عليه. هتموت موتة. موتة البرغوث. موتة البرغوث. اهو كده كده يا برغوث النزعة انت. بالمبيد الحشري. واجيب رقبته. خش بينا فراسيس. ادخل فينا. انا اخلص عليك. نزل يا عم نزل. مش نزول ده انت تخلص عليك. نزيع الحلقة دي ولا لا؟ صعبك هيشوفوها والدنيا وبتاع. اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الكريزي تاكسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت رايح فين في الهرم؟ اقول لك انت رايح فين. تقول لي انا رايح فين؟ رايح قول لي انا رايح فين. رايح المساحة هرم يعني جنبها. سبحان الله سمعني يقول لك سمعني يا قيوم. الله أكبر حي. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا سبحانك. سبحان الله.
في يا عم؟ اسمك كريم ايه؟ مصطفى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مصطفى مصطفى ما شاء الله مصطفى يا ابني انت عندك مشاكل؟ عندك مشاكل؟ ايه هي مشاكل؟ ليه مشاكل كبيرة أوي كبيرة أوي وداخل على أزمة نفسية محبطة لا إله أنت شغال إيه سواق تاكسي ولا علي السكوت وعليك الكلام وعليك السمع وعلي السؤال عليك السمع وعلي السؤال انت بتمر بأزمة مالية ومين في البلد ما بيمرش بأزمة مالية كده جبت التايهة يعني وعندك مشكلة كبيرة هي مشكلة الأم في حياتك انت بتحب واحدة اسمها نرجس نرجس دي جارتك ساكنة في العاشر انا ما عنديش دي معاشر اساسا في العمارة بتاعتك في العمارة اللي في وشك لا 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 اوعوا تأذوه اوعوا تأذوه الله اكبر حي حي مدد مدد يا رب مدد مدد عدد مدد مدد عدد لا اله الا الله يا عم ركز في سكتك يا عم مصطفى يا ابني انت عندك مشكلة ربنا يا ابني اللي بيستر مع الشيخ الحالك اللي طريقه كله مسالك بفضل الله بفضل الله تعالى الله اكبر ايه؟ تبقى كده ان شاء الله انا مش هروح صيدليات تاني؟ ماشي ماشي تعريف واحد اسمه البراغيتي الايه؟ البراغيتي البراغيتي؟ البراغيتي تصدق تصدق والله هزر هزر براحتك عمال انهرش مين البرغيتي تاريني امبارح وانا نايم البرغيتي 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 سمته الاساسيه هي القرص السريع المريب صح قرص سريع مريب بتعرف واحده اسمها امل دي اخت نرجس لا بنت خالتها ما تنكرش ما قالتليش على امل خالتها تنكرش يا عم وانا قادر على نرجس لما اقدر على اولاد خليتها وانا اخش على العيله كلها هي نرجس بس خلاص الشيخ الحايك اللي طريق كله مسالك وحشني يا شيخنا وحشني يا شيخنا وحشني يا شيخنا عرفتك وحسيتك وشميتك اركب اركب يا ولدي يا شيخنا اركب يا ولدي اركب يا ولدي افتح يا شيخنا اركب يا ولدي اه يا شيخنا اركب يا ولدي اه يا شيخنا بركاتك يا مولانا بركاتك يا مولانا حي لا اله الا الله مربوط بقالي 20 سنه يا مولانا من غير ما تقول عارف مربوط بقالك 20 سنه ايوه يا شيخنا ولفيت على مشايخ مصر كلها كله يا شيخنا وقابلت عيل صغير عنده 12 سنه قال لك روح للشيخ الحالك الشيخ الحالك مطلوب كله مسالك قعدت تدور كتير من الصعيد لحد اسكندريه حصل يا شيخنا حصل قابلت في الطريق مهالك قابلت في الطريق جبال وديان وتلال حصل يا شيخ عديت قاومت بلعتك الارض الناعمه واللي طلعك منها كان معاه جمل اشقر حصل جمل تحس انه مهجن روماني على افريقي بركاتك يا شيخنا حصل قابلت في الطريق بنت اسمها عبيد حصل بص في عينيا كويس بص يا عم السكه بص في عينيا قوي يا عم بص في عينيا ما تقلقش بص في عينيا بص بص لي هو عيدك ما تلمسوش انت خالص لا اله الا الله شوت علي بص عليك يا بس ايه يا عم انتوا مجانين ولا ايه؟ اوعى تمد ايدك انتوا حراميه اصبر عليا فك الرقم فك يا فريد فك يا زنجيري يا زنجيري لا انتوا شويه نصابين انتوا الاثنين اتفكت الرقم ايه يا عم اتفكت يا عم اتفكت اتفكت الله اكبر توت يا عم نزل ايدك يا عم اركب قطر صغنطوط الله اكبر اركب قطر صغنطوط ارجع روح اركبه هناك بعيد عن ما يتقال اركب قطر بعيد يا عم بقول لك ايه افتح الباب انت عندك هبوط انا عندي هبوط في الوقت
عندك هبوط في الزعبوط يا عم. انت مال امك انت عندك هبوط في الزعبوط؟ عندك احباط تحت البار. اركب قطر الغنطور. الله يبارك لك يا شيخ. يلا يا عم يلا يا عم. بس خليك معايا بس شوف الحالك. بقول لك ايه ايه ده عليا؟ اوعى حرامية حرامية حرامية. انا لازم اطلع اللي عليه. انت حرامي. انت شرط رش مجنون. هاكل وراك النهارده. هاكل وراك عشان تجيب ورك نبله صغير تحطه عشان تسيب نرجس. النهارده نرجس مش هتحل لك. نرجس مش هتحل لك يا مصطفى. ده انا هعمل فيك زي ما بعمل في نرجس. يلا اوعى. بس بهزر معاك. بص 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 الكاميرا. بص والله بص الكاميرا من زمان والله العظيم. ده من زمان برنامج كوميدي اسمه كريزي تاكسي. نذيع الحلقه دي ولا ما نذيعش؟ نذيع يا عم. تصلي ولا رايحه فين؟ رايحه ازور واحده صاحبتي. ربنا يديك الصحه يا ست الكل. معلش يا امي سؤال، صاحبتك دي من زمان؟ صاحبتك دي مش بتحبك؟ لا بحبها بحبها. لا مش بتحبك؟ لا 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 بحبها. عامله لك عمل على ظهر جمل؟ لا 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 عامله لك عمل. لا 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 صدقي فيها. صدقي فيها يا حاجه. لا 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 عامله لك عمل على ظهر جمل والجمل ده موجود في الحجاز. لا 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 ولازم تتخلصي منه. ما بتقنعيش بالحاجات دي كلها. ما بتقنعيش ازاي؟ لا ما بالحاجات دي. السحر موجود. لا 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 وعلم الاكاتاسامي اللهوب موجود. لا 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 وعلم التنكسه. لا ولا اي حاجات من دي خالص. بت الله اكبر. حي الله اكبر. لا اله الا الله يا ابن رسول الله. الله يا عبد ابقى. الله اكبر. حي حي قيوم برحمتك. استغيث اللهم صل على النبي. ماتك استغيث اللهم صل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي. عندك مشكله كبيره يا حاجه هتمر بيها الفتره الجايه؟ ما عنديش ما عنديش ما عنديش. جوزك هيتجوز عليك يا حاجه؟ لا ما تصدقش. جوزك هيتجوز عليك يا حاجه؟ ما تصدقش. هيتجوز عليك واحده اسمها؟ ما تصدقش. ما تقنعنيش. لا 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 هيتجوز عليك. لا 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 هيتجوز عليكي. لا ما تقنعنيش. جوزك هيتجوز عليك واحده اسمها ام علاء. لا ام علاء جارت كل في الدور الثالث. لا ام علاء اللي معاها ثلاث عيال. ما دخلش في دماغ الحاجات دي. لا 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 ما بدخلش في دماغ الحاجات دي. جوزك هيتجوز عليك واحده اسمها ام علاء ساكنه في الدور الثالث وعندها خمس عيال مش ثلاثه. عندها ايه؟ الله اكبر. الله اكبر. وديني المكان اللي انا رايحه وفضك من اللي في دماغك ده. الله اكبر. حي لا بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا 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 بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا لا نزلني هنا. لا لا صح نزلني هنا. بقول لك ايه؟ انت انا عايشه في البلد ليه؟ اسمع حاج ايه ده حاج ايه ده ايه ده ايه لا لا الله لا 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 ايوه 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 انا حسيتك وشفتك وشميتك من غير ما تقول انت مين. انت مربوط بقالك اكتر من 20 سنه. انا شايفك انا شايفك. انت نازل. انت جاي انت جاي عليا. انت جاي عليا. سلام سلام. انا عرفتك. تعالى يا ولد تعالى. الشيخ الحالك اللي طلع كله بس. الله اكبر. الله في ايه؟ في ايه الجنان اللي انا فيه ده؟ افتح ايه الجنان ده؟ مفيش جنان يا حاجه. ما تلاقيش يا حاجه. لا 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 وحد الله وحد الله. اللي طلع كله بس. لا 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 الجنان اللي انا فيه ده. اسمعي القصه. نزلني هنا. انت كنت بقالك 20 سنه مربوط. حصل يا شيخنا. نزلني هنا. كنت جاي من بلاد بعيده من بلاد العراق. نزلني هنا. قابلت وانت جاي 100 ناجة حمراء. حصل يا شيخنا. كان فيهم واحدة برتقاني. حصل يا شيخنا. كان فيهم واحدة لابسة كاروه. حصل يا شيخنا. نزلني هنا. الله اكبر. اللي كانت لابسة كاروه كانت بتاكل برسيم لونه اخضر. حصل. الله اكبر. لا اله الا الله. ما تلمسنيش ما تلمسنيش. نزلني هنا. لا اله الا الله. اهدي يا حاجة اهدي يا حاجة. سيري كويس. لا سيري جامد. بص في عيونه. بص لا 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 طلعتيني. لا 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 نزل البحر. نزلني السمكة دي. السمكة دي. نزلني نزلني يا بنت. نزلني
فك الرابطه فك الرابطه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الرابطه فك الرابطه الله اكبر الله اكبر الكباتر الكباتر ربنا يحسن ركوبك يا ربنا يبارك لك يا شيخنا ربنا يحسن ركوبك الله يبارك لك يا شيخنا الله اكبر جوزك هيتجوز عليك لا 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 روح يا ابني اقفل بابك اقفل بابك اقفل بابك اقفل بابك يا حاجه جوزك هيتجوز عليك لا اسمعي مني لا انت محتاجه تجيبي رجل نمله رجل نمله يتفرك عليها دي شيشه زفره لا نمله ولا عفريت اسره دي شيشه زفره تتحط عليها وتحطيها البطه مسكينه لا 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 الحاجات دي انا ما 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 ايه يا حاجه مطه مسكينه انا ما بكتبش بالحاجات دي معاكي اي فكه حاجه لا تنزلني غمضي عينيك معايا نزلني نزلني انا مش بتاعت الحاجات دي الله نزلني الله اكبر نزلني يا حاجه ما تصوتينيش صدقني انا بقولك نزلني نزيح الحلقة دي ولا نزيحها؟ نزيحها إن شاء الله.